مع هذه التحديات هبايب سلمان بن سعيد بن حمد الفسل المري وأيضا الكل قادم شعار السناري وشعار أيضا بن مقارح وكل الأسماء أراها تتقدم، أراها تتقدم في هذه اللحظات، ولكن الخيارين مع المقدمة مع انطلاقة جبارة. سعيد بن غانم بن سيف آل أبو سعيد الخيارين يفتتح الآن الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير مع شعار أيضا فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين ينطلق على المقدمة، ينطلق على المركز الأول بن سلامة قادم على مستوى المركز الثاني مع انطلاقة وتحدي هذا الاسم الممتاز عبد الرحمن بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري مع وقود جبارة ووقود. المركز الثالث القادم الآن الظبي محمد بن عبيد بن علي بن عبيد السناري. المركز الرابع تحدي واندفاع هبايب هبة هبوب هبايب سلمان بن سعيد بن حمد الفسل المري وأيضا القادمة وبرة قادمة محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين الكل قادم. الصدارة هناك بن سلامة يبحث عن النقطة الثانية، يبحث عن ثاني النقاط في هذا الصباح مع انطلاقة وقود مع تحدي وقود قادت هذا الشوط إلى الناموس عبد الرحمن بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. ولكن جبارة بدأ الرقص، بدأت الأوابر، بدأت الحركة السريعة مع الأمتار الأخيرة جبارة ووقود، وقود وجبارة الأمتار الأخيرة اللحظات الخطيرة. أشوف وبرة، هذه وبرة محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين يقلب موازين هذا الشوط رأسا على عقب مع تحدي وبرة مع اندفاع وبرة. هذه وبرة تنتزع المركز الأول مع الأمتار الأخيرة ومع اللحظات الخطيرة. تهانينا وألف مبروك لمالك وبرة محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين على انتزاع المركز الأول. المركز الثاني كان من نصيب جبارة لسعيد بن غانم بن سيف آل أبو سعيد الخيارين. المركز الثالث المتحدة لخجيم بن عايض بن فرج العذبي.